أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في برنامجكم الأسبوعي الاقتصاد في ساعة والذي نذهب به إلى جولة في عالم الاقتصاد العراقي والعالمي فأهلا بكم أكدت عضو اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي أن مجموعة قيمة الديون الداخلية والخارجية التي بذمة العراق بلغت 117 مليار دولار، وقالت التميمي أن مجموعة قيمة الديون التي بذمة العراق بلغت 117 مليار دولار، منها 70 مليار ديون قيمة الديون الخارجية وباقي الديون داخلية، وأضافت أن موازنة إقليم كردستان بلغت من 12.6% مجموعة قيمة الموازنة مبينة أن الحكومة المركزية منحت كردستان 86 تريليون دينار خلال عشر سنوات وأوضحت النائبة أن الوزارات الأمنية والكهرباء والنفط استحوذت على القيمة الأكبر من الموازنة مشيرة إلى أن شركة كورك للاتصالات تمتنع عن دفع الضرائب بسبب شبهات فساد ووجود أشخاص متواطئين معها يقيم البنك المركزي العراقي في التاسع والعاشر من شهر كانون الاول المقبل مؤتمره السنوي الثالث تحت عنوان دور البنك المركزي في تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي. المزيد في سياق التقرير التالي. تحركات الرئيس الامريكي دونالد ترامب الذي لوح بعقوبات جديده ضد ايران والغاء الاتفاق النووي. أثارت مخاوف المشترين المحتملين للنفط الإيراني على الرغم من أن الإمدادات المتجهة إلى أوروبا من المرجح بشدة بقاؤها كما هي من دون تعطل، وكان ترامب أعلن أن إيران لم تلتزم بروح الاتفاق مع السداسية وهي الدولة الرئيسية الممولة للإرهاب التي تساعد القاعدة وطالبان وحزب الله وغيرها من الشبكات الارهابية. وشدد ترامب على أن أمريكا ستفعل ما بوسعها لكي لا تحصل إيران على أسلحة نووية وكان ترامب أعلن أكثر من مرة عن رغبته بالانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران معتبرا إياه أسوأ اتفاق في تاريخ الولايات المتحدة في المقابل أكدت الحكومة الإيرانية أنها متمسكة بالاتفاق النووي مع المجتمع الدولي رغم الانتقادات التي وجهها ترامب للاتفاق واتهم روحاني ترامب باستخدام لغه خطابيه مسيئه مؤكدا ان الاتفاق اشد صلابه مما يظن الجانب الامريكي وكانت العقوبات المفروضه على ايران قد رفعت بمقتضى الاتفاق النووي الذي ابرمته مع القوى العالميه الست الكبرى في عام 2015 مقابل كبح برنامجها النووي ما هذا سبيل لابرام صفقات تجاريه للحكومه الايرانيه من جانب اخر شكك الكثير من المحللين قدره الاقتصاد الايراني على الصمود امام التلويح بعقوبات جديده من قبل الاداره الامريكيه مؤكدين ان تلك العقوبات ستكون لها انعكاسات سلبيه على اداء الكثير من القطاعات وابرزها الاستثمار والنفط والمصارف في الاخير تبقى لعبه القط والفار بين ايران والولايات المتحده مستمره بسبب التدخلات الايرانيه في العديد من الدول وتحريك ملف العقوبات صوره من صور السياسه الامريكيه في المنطقه ومن الصعب فهم الاثار العمليه لهذه العقوبات لكن العقوبات تبعث رساله واضحه الى طهران مفادها ان هناك حرسا جديدا في واشنطن إلى ذلك قال مصدر حكومي أن الحكومة العراقية تتجه للإقتراض من الصندوق السعودي للتنمية 500 مليون دولار لسد العجز المالي في موازنة العام 2018، وبين المصدر أن 50 مليون دولار ستصرف في موازنة العام المقبل على ثلاث وزارات، لافتاً إلى أن حصة وزارة الصحة 20 مليون دولار والموارد المائية 20 مليون دولار والزراعة 10 ملايين. ملايين دولار من جانبها قالت حكومة إقليم كردستان مسودة قانون موازنة العام المقبل تهدف إلى تهميش الكيان الدستوري، وقالت رئاسة حكومة إقليم كردستان إن مجلس رئاسة وزراء إقليم كردستان برئاسة نيجرفان البارزاني وبحضور نائبه قباد الطالباني عقد إجتماعاً لبحث مسودة قانون الموازنة، موضحة أنه توجد عدة مواد في المسودة تخالف الدستور العراقي، وتابعت حكومة الإقليم أن نسبة 12.6% من الموازنة قليلة جدا لدفع رواتب إقليم كردستان مقارنة مع المستحقات المالية للإقليم وفق النظام البيومتري مشيرة إلى أن تلك الحصة المخصصة لا تسد لدفع رواتب محافظة واحدة في الإقليم وجه البنك المركزي العراقي كل المصارف لعدم بيع الدولار الى فروعها في اقليم كردستان، وذكرت وثيقه صادره عن البنك المركزي انه استنادا الى قرار مجلس النواب المرقم 58 بشان عدم بيع العمله الاجنبيه الى المصارف العامله في الاقليم او التي لديها فروع فيه، فان البنك المركزي يشدد على الالتزام بهذا القرار محذرا من ان عدم التزام اي مصرف بهذا القرار خلال مده اسبوع واحد من تنفيذه فانه سيتم منع المصرف من دخول نافذه بيع العمله الاجنبيه لدى البنك المركزي العراقي كشف عضو اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري أن مسودة موازنة العام المقبل تضم إنفاقا وعجزا مرتفعين مبينا أن الموازنة الاستثمارية هي الأضعف منذ عام 2004 وقال الجبوري أن موازنة العام المقبل لم تصل بشكل رسمي لحد الآن من مجلس الوزراء، وأضاف أن المقترح المقدم في المسودة من وزارة المالية يحتوي على تخفيض نسبة حصة إقليم كردستان حوالي 12% بدلاً من 17% واعتماد النسب السكانية الدستورية. وتابع عضو اللجنة أن هناك ملاحظات على مسودة الحكومة لوجود بعض الفقرات في حجم الإنفاق لافتا إلى وجود ضعف في الموازنة الاستثمارية وبين أن الإنفاق العسكري ما زال يأخذ الدرجة الأعلى بينما التربية والتعليم والصحة والخدمات يأخذنا الأقل أكد تصنيف لمؤشر بازل مكافحة غسل الأموال الذي يصدره المعهد والمقره في سويسرا بشأن البلدان الأكثر خطرا على الاستثمار وذلك وفق نسبة المخاطرة والمجازفة في الاستثمار لعام 2017 وتم استبعاد سوريا والعراق ودول أخرى من التصنيف لكونها دولا فاشلة في جذب واستقطاب الاستثمارات الأجنبية بسبب الفساد والحروب التي تشهدها هذه الدول المزيد في التقرير التالي أكد معهد بازل للحوكمة الذي يعد مركزا مستقلا غير ربحي متخصص في دراسة مكافحة الفساد وغسل الأموال وإنفاذ القانون الجنائي واسترداد الأصول المسروقة، إن الدعوات التي تطلقها الحكومة العراقية بين الحين والآخر بشأن دعوة الشركات العالمية للاستثمار لا يمكن أن تحرك شيئا ما لم يتم التحرك على تحسين بيئة الأعمال وتذليل العقبات الطاردة للاستثمار. خبراء اقتصاد دعوا إلى تشكيل لجنة ذات مستوى عال ترتبط باللجنة العليا للاستثمار التي يرأسها رئيس الوزراء لتقوم بدراسة التحديات وتذليلها كما تقترح الحلول وتتابع تنفيذها وتبين أهمية الاستثمار في القطاعات الصناعية والزراعية والصحية ومختلف القطاعات وأهم النقاط التي يمكن أن تدعم واقع الاستثمار هي: تحسين بيئة الأعمال في العراق التعامل مع القدرات البشريه في القضاء على الروتين والبيروقراطيه تشكيل لجنه ذات مستوى ترتبط باللجنه العليا للاستثمار التي يراسها رئيس الوزراء ايجاد مناطق خضراء للاستثمار تتوافر فيها الخدمات تطبيق فقره النافذه الواحده ضمن هذه المناطق المحصوره العمل على تسريع المعاملات التي تواجه المستثمر ومنع الابتزاز من جهات النافذه الدعوات للاستثمار يجب ان تكون مقرونه باجراءات ويجب على الحكومه ان تعمل على بث رسائل تطمئن المستثمر بان هناك اجراءات جديده سوف تطبق على ارض الواقع وان يعطي سقفا زمنيا لانجاز الاجازه والارض للمستثمر ويرى معنيون بقطاع الاستثمار في العراق أن الحديث عن معوقات الاستثمار كان ولا زال قائمًا منذ عام 2003، وحتى الآن دون وجود حلول تذكر، حيث تمتنع الدوائر الحكومية المختلفة عن إجراء التسهيلات التي تساعد على تنفيذ المشاريع الاستثمارية، وما تزال ظاهرة الفساد المالي والإداري منتشرة بشكل كبير من خلال التلاعب بالقوانين والالتفاف عليها كشفت اللجنة المالية النيابية خلو موازنة 2018 من الدرجات الوظيفية، وقالت أن موازنة المحافظات الشمالية ستوزع على أساس الكثافة السكانية. وأكد عضو اللجنة المالية حسام العقابي أن القضاء على مشكلة البطالة يكمن بتصويت مجلس النواب على قانون التأمين الاجتماعي، والذي يضمن حق العاملين في القطاع الخاص برواتب تقاعدية ومنح قروض ميسرة للمواطنين. واضاف ان التعيينات في الموازنات الماضيه غير مبرره وارهقت ميزانيه الدوله وعن زياده رواتب الحشد الشعبي اوضح العقاب ان الزياده متروكه للحكومه مشيرا الى ان موازنه في المحافظات الشماليه ستوزع على اساس الكثافه السكانيه لكل محافظه كباقي المحافظات العراقيه في الوسط والجنوب وتسلم الى الحكومات المحليه في المحافظات الشماليه نظمت الامانه العامه لمجلس الوزراء اجتماعا بحضور الامين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق وعدد من مدراء الدوائر الماليه في الوزارات لمراجعه ارقام الموازنه العامه بمراحلها النهائيه وشدد العلا خلال اللقاء على حصر النفقات الى الحد الادنى بسبب استمرار انخفاض ايرادات الدوله نتيجه تدهور اسعار النفط في السوق العالميه، مؤكدا ان مجلس الوزراء يسعى الى تقليل العجز في الموازنه الى ادنى درجاتها، كما ناقش اللقاء نصوص الوارده في قانون الموازنه العامه وتحديدا الاولويات واصلاحها. كشفت عضو اللجنه الماليه ماجده التميمي عن تعذر تصويت مجلس الوزراء على موازنه عام 2018 لوجود رئيس الوزراء حيدر العبادي في القائم، ورجحت التميمي ان يتم التصويت على الموازنه خلال جلسه مجلس الوزراء الاعتياديه، واشارت الى ان التعديلات مستمره على مسوده الموازنه حتى اخر لحظه، ولا سيما ان كل جهه لها طلبات معينه وتعديلات، الى ذلك اعلنت حكومه اقليم كردستان رفضها لمسوده الميزانية العراقية للعام 2018 لوضعها بشكل أحادي دون تشاور مع حكومة الإقليم داعية رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى التفاوض أعلن مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب النائب أحمد رشيد التزام العراق بتسديد ديون دولية تبلغ 68 مليار دولار أمريكي حتى عام 2053، موضحا أن هذا الأمر يفرض إضافة أعباء على الوضع المالي للبلاد. وألفت رشيد إلى أن مسودة مشروع الموازنة للعام المقبل التي تناقش حاليا في مجلس الوزراء، تعد أسوأ موازنة للدولة العراقية منذ 14 عاما. عازيا ذلك إلى اعتمادها بشكل أساسي على النفط وإهمالها القطاعات الاقتصادية البديلة الأخرى وبحسب المسودة فإن الموازنة المرتقبة تبلغ نحو 91 مليار دولار فيما يبلغ حجم الإيرادات 72 مليار دولار وبعجز يصل إلى 19 مليارا واستندت المسودة إلى معدل تصدير النفط المقدر بأربعة ملايين برميل من ضمنها نفط الشمال يشكو اهالي مدينه البصره ومسؤولون بالمحافظه من عدم صرف مستحقاتها الماليه وتوقف معظم المشاريع الخدميه فيها مقارنه بما تقدمه المدينه من موارد اقتصاديه تشكل حوالي 90% من موازنه العراق الاجماليه المزيد في سياق التقرير التالي باتت مدينه السياب كتله من المباني المتداعيه والمجاري المكشوفه والارصفه المسدوده باكوام النفايات فعندما تسير في شوارع المحافظه تتضح معالم الفقر من خلال انتشار ظاهره التسول التي يشارك فيها الكبار والصغار من كلا الجنسين اذ ينتشرون على قارعه الطريق والاسواق ودور العباده وظاهرة السكن العشوائي تعبر عن مدى تفاقم ظاهرة الفقر رغم الموازنات الكبيرة التي تعطيها المدينة. شبه عجز يعتري أكثر دوائر مدينة البصرة التي تغذي موازنة العراق بواقع 90% من الموازنة الاتحادية الأمر الذي جعل المدينة الغنية تصل إلى مستوى كارثي لكن حالة الإهمال التي تواجهها المحافظة شكلت غصة في عيون البصريين الحكومة المحلية قدرت حجم الديون على المدينة بأنها تتجاوز 120 مليار دينار ما يدعو إلى القلق أن تذهب أموال البصرة من موازنة العام المقبل فقط لتسديد الديون، وذلك يعني بقاء المشاكل واستمرار المعاناة. مدينة السياب أصبحت كتلة من المباني المتداعية والأرصفة المسدودة بأكوام النفايات المهملة من أسابيع وأشهر وأنقاض أعمال حكومية غير منجزة وأعجاز أشجار مرصوفة تعاني العطش والمخاطر البيئية تهدد حياة الناس من كل صوب لتشارك الأزمات المزمنة للضغط على أنفاس المواطن البصري في معاناة غير منتهية ناهيك عن حالة التدهور الأمني والفساد المستشري كالسرطان في صميم الواقع العراقي عامة والواقع البصري خاصة ويبقى السؤال المطروح متى تلتفت الحكومة المركزية إلى الحالة المأساوية التي يعيشها سكان هذه المحافظة؟ ومتى تلتفت حكومة بغداد إلى المواطن البصري وتوقف الاستخفاف به الذي يتجرع كل يوم أنواع المآسي جراء التلوث البيئي والأمراض المتآتية من رداءة الصرف الصحي والتعامل من النفايات؟ صعبة هي الحلول. في ظل التدهور والفساد الاداري المستشري كالسرطان في صميم الواقع العراقي والبصري بشكل خاص، صعبة هي الحلول في ظل خدمات اخترقت رداءتها كل شبر من العراق، فمتى يعود شط العشار ليعانق ابلامه ويحمل عشاقه؟ وتعود لجسوره قصص العبور والتلاقي بين الجديد والقديم وبين جانبين يحنان لبعضهما وكأنهما تمرة انفلقت إلى نصفين بسبب حلاوة المكان، أيتها البصرة، متى تعود أيام الزمن الجميل وتتخلصي من دنس الإهمال والمعاناة؟ أخبر عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابيه برهان المعموري وجود حالات ابتزاز يتعرض لها اغلب المستثمرين من جهات مسنوده من قبل قوى سياسيه، وقال المعموري ان الاستثمار في العراق معدوم على الرغم من تشريع قانون الاستثمار المعدل، مبينا ان الاستثمار في المحافظات وبغداد لا يلبي الطموح لان هناك الكثير من المعوقات، موضحا ان اللجنه الاقتصاديه ازالت الكثير من المعوقات من خلال تشريع قانون قانون الاستثمار لكنه لم يطبق بصوره حقيقيه بسبب ظروف معينه ومعروفه ومنها عدم اكتمال هيئات الاستثمار في بعض المحافظات تعد مدينة الموصل من أهم المدن السياحية، وتدر دخلًا للإقتصاد المحلي العراقي بحدود 12% من إجمالي الناتج المحلي، خصوصًا مع الحركة السياحية التي تطبع مدينة الموصل التاريخية، والتي تؤمن مداخل مالية تتجاوز ملياري دولار سنويًا. المزيد في التقرير التالي: لا يدمر تنظيم القاعدة الإرهابي الحاضرة وينشر الخراب والركام ليمنع المستقبل فحسب، بل يدمر الماضي بطريقة ممنهجة لطمس ذاكرة المنطقة الحضارية باقتلاع صروح وشواهد الحضارات الإنسانية، ما قام به التنظيم الإرهابي بتخريب وتدمير معابد تتبع مختلف الأديان المتعايشة في بلاد الرافدين خلق حزناً في نفوس العراقيين والعالم أجمع. وزارة السياحة العراقية قدّرت حجم الخسائر المباشرة من وراء تفجير وتهديم الآثار العراقية 12 مليار دولار من وراء تحطيم البنية التحتية للآثار العراقية التقارير الدولية تفيد أن مدينة الموصل وحدها تصل خسائرها إلى حوالي 12% من إجمالي الناتج المحلي والتي تؤمن ملياري دولار سنويا فبعد تجريف مدينة النمرود وتحطيم أثار الموصل الآشورية زحفت مجنزرات داعش وسحقت مدينة الحضر الآشورية فأضحت أيقونات التاريخ ركاما تذروه الرياح ويلقي المختصون بالآثار مسؤولية إتلاف هذه الصروح التاريخية على المجتمع الدولي والسلطات في بغداد، على اعتبار أنها لا تخص العراق وحده بقدر ما هي موروث للإنسانية جمعاء. من منا ينسى مشاهد تدمير الآثار التاريخية والأماكن الدينية في العراق وسوريا على أيدي عناصر تنظيم داعش الإرهابي؟ مشاهد كررها الارهابيون من سوريا الى العراق من معلوله الى تدمر وصولا الى مدينه النمرود وغيرها من الاعتداءات على المقامات الدينيه ومراقد الاولياء مرورا بكل محاولات طمس الحضاره والتاريخ والثقافه انطلاقا من هذا الفكر الارهابي الظلامي الذي يريد تنغيص الحياه على كل الادميين ولكن يبقى السؤال الاهم لماذا يعتدي هذا الفكر الإرهابي وهذا العقل الظلامي بهذه الطريقة الهمجية على الثقافات والحضارات الإنسانية التي هي ملك لكل البشرية؟ لماذا يعتدون على كل هذا الوجدان الذي هو تراكم ممارسات وتجارب بين الإنسان وأخيه الإنسان في هذه المنطقة الهامة والمركزية من تاريخ البشرية؟ تلك هي تدمر وها هي مدن العراق. لقد تمكنت من الصمود في وجه الزمن وتجاوزت كل المحن وها هي الآن أمام عودة لأهلها الذين قارعوا الزمن من أجل العودة إلى حضن الأم وأي أم أنها أم الجميع أم التاريخ والجغرافيا فبعد أن قارعت خطرا غير مسبوق ليمحي صروحا أو غلبها الزمن لتنير حضارة عمرها تجاوز آلاف السنين بصروحها الأثرية في مشهد سرمدي بعوده الابن الى الام بعد غياب طويل أعلنت هيئة المنافذ الحدودية عن إيراداتها لشهر تشرين الأول والتي بلغت أكثر من 60 مليار دينار عراقي، وقالت الهيئة في بيان لها أن مجموع الإيرادات بلغ أكثر من 60 مليار دينار عراقي، يتقدمها منفذ صفوان الحدودي ب21 مليار دينار عراقي. وأضافت الهيئة أن منفذ زرباطيا حل بالمرتبة الثانية بإيرادات تصل إلى 12 مليار دينار عراقي يليه مندلي بالمرتبة الثالثة بسبعة مليارات وأشار البيان إلى أن الإيرادات بدأت بالتزايد من تاريخ تشكيل الهيئة في الأول من آب الماضي واتخاذ إجراءات جديدة في موضوع الإشراف والرقابة والسيطرة أوقفت السلطات السعودية أحد عشر أميرا وأربعة وزراء حاليين وعشرات الوزراء السابقين في حملة تطهير غير مسبوقة في تاريخ المملكة وجرت الحملة بعد ساعات على تشكيل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لجنة مكافحة الفساد التي أسند رئاستها إلى نجله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان المزيد في التقرير التالي أصدرت الحكومة السعودية مرسومًا ملكيًا يقرر تشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد بعد استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، مستغلين نفوذهم التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه، متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة. وشهدت التحقيقات العديد من الملفات منها ملف سيول جدة في 2009 والتحقيق في قضية وباء كورونا الذي انتشر في 2012 وأوقفت اللجنة أحد عشر أميرا وعشرات الوزراء السابقين وأربعة وزراء حاليين ومن بين هؤلاء المتهمين بالفساد الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال صاحب شركة المملكة القابضة الأمير التركي بن عبد الله حاكم محافظة الرياض، وزير المالية السابق إبراهيم العساف، ويخضع للتحقيق، وعادل فقيه وزير الاقتصاد والتخطيط. جاء ذلك بعد ساعات من إصدار أمر ملكي بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، من أجل متابعة قضايا المال العام ومكافحة الفساد. الى ذلك اصدرت الحكومه السعوديه امرا باقاله وزير الحرس الوطني متعب بن عبد الله من منصب وزير الحرس الوطني وتعيين خالد بن عبد العزيز بن عياف بدلا منه كما صدر امر ملكي اخر باعفاء وزير الاقتصاد والتخطيط عادل الفقيه وتعيين محمد التواجري في منصبه وجاء امر اخر بانهاء خدمه الفريق عبدالله السلطان قائد القوات البحريه السعوديه ليحل محله الفريق فهد الاغفالي واشارت اللجنه الى ان الهدف من هذا الاستثناء هو تمكين اللجنه من حصر المخالفات والجرائم والاشخاص والكيانات ذات العلاقه في قضايا الفساد العام والتحقيق واصدار اوامر القبض والمنع من السفر وتشكيل فرق للتحري والتحقيق واتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام وفي الشان العربي والدولي افاد مصرفيون ومحامون بان المصارف السعوديه جمدت اكثر من 1200 حساب مصرفي لافراد وشركات في المملكه في اطار الحمله الحكوميه على الفساد التي شملت توقيف امراء ووزراء ورجال اعمال وتجميد حساباتهم. الى ذلك ثمنت الحكومه السعوديه عقب جلسه لها صدور امر الملك سلمان بتشكيل لجنه عليا لحصر جرائم الفساد العام مؤكدا أن القرار يأتي انطلاقا من مسؤولية الملك سلمان تجاه الوطن والمواطن لخطورة الفساد وآثاره السيئة على الدولة سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وأمنيا. ورأى المجلس أن القرار سيعزز برامج التنمية الوطنية المستدامة ويكرس المنهج الإصلاحي الذي تتبناه حكومة خادم الحرمين في اجتثاث الفساد ويسهم في تعزيز المنظومة الرقابية ومبادئ الحوكمة والمحاسبة والعدالة وحماية حقوق الأفراد والشركات بما يدفعُ عجلةَ التنميةِ، ويُعزِّزُ الاقتصادَ، ويُحفِّزُ الاستثمارَ في بيئةٍ صحيّةٍ عادلةٍ وكلف ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان خلال تراسه مجلس الشؤون الاقتصاديه الوزراء المعنيين باتخاذ كل ما يلزم لتمكين الشركات المملوكه كليا او جزئيا للافراد الموقوفين من مواصله كل انشطتها، ودعا محمد بن سلمان الى تعزيز النزاهه ومنع هدر المال العام مما يصب في مصلحه النمو المستدام للاقتصاد الوطني ويزيد من عداله الفرص بين منشات القطاع الخاص والشركات والمؤسسات المحلية. المحلية والأجنبية، وأضاف أن الإجراءات التي اتخذتها الدولة لضمان الاستقرار، وحماية الفرص الاستثمارية، وتحقيق المناخ العادل لكل المستثمرين المحليين والدوليين تكبدت ست بورصات خليجية خسائر فادحة تجاوزت السبعة عشر مليار دولار على مدار الجلسات الثلاثة الماضية متأثرة بتداعيات الحملة الصارمة التي أطلقتها السعودية قبل أيام لمحاربة الفساد ووفق مسح للأناضول على أداء سبع بورصات خليجية سجل ستة منها خسائر وصلت إلى أكثر من سبعة عشر مليار دولار واستحوذت بورصة الكويت على النصيب الأكبر منها بواقع سبعة فاصل سبعة 10 مليار دولار ثم قطر بنحو ثلاثة اثنين مليار دولار وجاءت بورصة دبي في المركز الثالث بخسارة أكثر من ملياري دولار ثم السعودية بواحد فاصلة ستة مليارات دولار تلتها أبوظبي والبحرين أكدت شركة مطارات أبو ظبي أن نسبة الإنجاز الحالية في أعمال إنشاء مشروع مبنى مطار أبو ظبي الجديد بلغت 86% وأنه سيستكمل في الربع الأخير من عام 2019 بكلفة إجمالية تبلغ نحو أكثر من 19 مليار درهم، مشيرة إلى أن أعمال الإنشاءات تسير وفق الخطط الموضوعة في المبنى الذي ستصل قدرته الإستيعابية إلى 84 مليون مسافر سنويا. سيضم خمسة وستين بوابة متصلة و عشر بوابة منفصلة ومئة وستة جسور صعود للطائرات وتبلغ مساحته الكلية سبعمائة ألف متر مربع منها مئتي ألف متر مربع للزجاج الخارجي هذا ويعد المبنى المشروع الأهم ضمن خطط تطوير شبكات النقل والمواصلات في الإمارة. تصدرت مشاريع الطاقة في منطقة الشرق الأوسط خلال السنوات الماضية بحيث تجاوز حجم التنفيذ 300 مليار دولار رغم تراجعها في العام 2016 بواقع 25% المزيد في التقرير التالي على الرغم من تراجع الاستثمارات في قطاع الطاقة على الصعيد العالمي عام 2016 بنسبة 24% مقارنة بعام 2015، شهد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ارتفاعًا في النشاط الاستثماري في هذا القطاع بنسبة 7% مقارنة ببيانات العام السابق. وأشار تقرير الشركة العربية للاستثمارات إلى أن مشاريع الطاقة تتصدر أجندة العديد من دول المنطقة خلال السنوات الخمس المقبلة، وقدر حجم مشاريع الطاقة قيد التنفيذ حاليا بنحو 337 مليار دولار وفق حسابات أجريت نهاية عام 2016، وشهدت استثمارات الطاقة المخطط لها ارتفاعا بنسبة 2%. وتتصدر دول مجلس التعاون الخليجي قائمة دول المنطقة استثمارا في قطاع الطاقة، وتوقع التقرير أن تكون منطقة الخليج في وضع جيد عندما تبدأ أسعار النفط بالارتفاع، ويحمل قطاع النفط في كل من مصر وإيران آفاقا واعدة بعد إعلان إيران عزمها ضخ استثمارات كبيرة في قطاع التنقيب واستكشاف النفط، وقدّر التقرير إجمالي الاستثمارات في مشاريع الطاقة قيد التنفيذ بما يلي: حوالي 337 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة تخصيص 121 مليار دولار للاستثمار في قطاع النفط حوالي 108 مليارات دولار للاستثمار في قطاع الغاز 91 مليار دولار للاستثمار في مشاريع توليد الطاقة الكهربائية 17 مليار دولار للاستثمار في قطاع الكيمياويات وتمثل دول مجلس التعاون الخليجي ما مجموعه 174 مليار دولار من قيمة الاستثمارات الملتزم بتنفيذها، وتمثل حصة السعودية 19% من إجمالي الاستثمارات المخطط لها في قطاع الطاقة بالمنطقة، يأتي ذلك في إطار سعي المملكة إلى تعزيز برامجها المتعلقة بقطاعي النفط والغاز وعلى الرغم من تلك الاستثمارات تشير البحوث الى ان الحكومات لا تزال تمنح الاولويه للاستثمارات الحيويه في قطاع الطاقه للحفاظ على مكانتها كمورد عالمي ويعتمد نمو السوق بشكل عام على تحسن الاوضاع السياسيه لدول المنطقه في المدى المتوسط اضافه الى سرعه انتعاش اسعار النفط وقدره الحكومات على ترشيد الانفاق وتحقيق اصلاحات اقتصاديه في مجالات اخرى ضخ البنك المركزي التركي اكثر من مليار دولار في البنوك المحليه في مسعى لوقف نزيف الليره التركيه امام الدولار الامريكي، وتاتي خطوه المركزي التركي بعدما تراجعت الليره التركيه بشكل لافت امام الدولار الامريكي اذ هبطت من 3.88 الى 3.85 ليره، وتاثر الاقتصاد التركي خلال الاعوام الاخيره بتقلبات جيوستراتيجيه في المنطقه، كما تعرضت البلاد لمحاوله محاولة انقلاب فاشلة وهجمات ألحقت ضررا بالاستثمارات وقطاع السياحة. وكان وزير الاقتصاد التركي نهاد زينبكجي قد قال إن هبوط الليرة أمام العملات الأجنبية أمر عابر وأكد أن تدخل البنك المركزي في المسألة ليس بالحل الأمثل. دعت فنزويلا دائنيها الدوليين إلى اجتماع في كراكاس في إطار جهودها لإعادة هيكلة ديونها المقدرة بحوالي 150 مليار دولار. وأعلن نائب الرئيس طارق العيسمي أن حجم هذه الديون يعادل 15 ضعفا من احتياط البلاد النقدي. وأشارت فنزويلا الغارقة في أزمة اقتصادية وسط عقوبات مالية فرضتها الولايات المتحدة عن إعادة هيكلة ديونها الخارجية المقدرة بمئة. وخمسة وخمسين مليار دولار لتجنب التخلف عن السداد وكان الرئيس نيكولاس مادورو أعلن عن إعادة تمويل وإعادة هيكلة للدين الخارجي ولجميع الدفعات المستحقة على فنزويلا وتوجب على إكراكاس بالإجمال تسديد مليار أكثر من مليار دولار في أكتوبر بين ديون سيادية وقروض لشركة النفط الوطنية أذهلت كل من أمازون وألفابت الشركة الأم لجوجل ومايكروسوفت سوق وول ستريت وسيليكون فالي بتقرير أرباحها الأخيرة الأسبوع الماضي مع وجود تفاؤل كبير من فيسبوك وأبل للتقارير التي ستطلقانها في أواخر هذا الأسبوع المزيد في سياق التقرير التالي لا عجب بأن قطاع التكنولوجيا يطغى على سوق المال بعد أن شهد عدد من شركات التكنولوجيا ارتفاع أسهمها في سوق البورصات العالمية بحجم مداخيلها حول العالم، وحققت هذه الشركات ارتفاعات كبيرة على التوالي، شركة أبل بسبب هاتفها الجديد ايفون اكس بمقدار 45%، ارتفاع لشركة أمازون بنسبة 50%، أسهم فيسبوك حققت زيادة بنسبة 55% وألفابت ومايكروسوفت حققتا زيادة بلغت 30%، فجميع هذه الشركات سجلت مؤشرات حمراء ببورصة ناسداك الذي ارتفع أيضا بنسبة 25%، كما أن أسعار أسهم الشركات الخمس هذه قريبة أو مماثلة لأعلى معدل لها. القيمه الاجماليه لهذه الشركات سجلت حوالي نصف تريليون دولار تقريبا وبمجموع يساوي ثلاثه تريليونات فاصل ثلاثه دولارات اي اعلى من مجموع قيمها قبل عامين التي بلغت اكثر من تريليوني دولار إلى ذلك واصلت الأسهم ارتفاعها على الرغم من خضوع مدراء قانونيين في كل من فيسبوك وجوجل وتويتر لجلسات استماع علنية أمام لجنة تابعة للكونغرس حول أعلانات ومحتوى ممول من جهات روسية للتأثير على السياسة الأمريكية وبالأخص خلال فترة انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016 لكن وول ستريت لم ترتبط بما يحصل مع فيسبوك وما تعنيه الاساليب الروسيه باستخدام منصتها على مستقبل الشركه او حتى يوتيوب التابعه لجوجل فكلتاهما لا تزالان تسيطران على الانترنت والاعلانات على الهواتف الذكيه ارتفعت أرباح شركة أراميكس في الربع الثالث بنسبة 13% إلى أكثر من 81 مليون درهم مقارنة بأكثر من 72 مليون درهم في الربع الثالث من العام الماضي كما ارتفعت إيرادات أراميكس خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 9% لتصل إلى مليون و ألف درهم في حين تراجعت أرباح شركة أراميكس المتخصصة في أنشطة الشحن والنقل السريع بنسبة 8%. 8% ويعود سبب تراجع الأرباح خلال الفترة الحالية إلى تحقيق الشركة أرباحاً نتيجة الاستحواذ بمقدار 41 مليون درهم خلال التسعة أشهر الأولى من 2016 مقابل لا شيء خلال الفترة الحالية، كما يعود إلى ارتفاع المصاريف الإدارية بنسبة 5% بالإضافة إلى ارتفاع ضريبة الدخل. اختتمت مؤشرات الأسهم الأمريكية آخر جلسات التداول لهذا الأسبوع على اللون الأخضر لنشهد مستويات قياسية جديدة لكل من مؤشر داو جونز الصناعي وستاندرد أند بورز 500 بالإضافة إلى ناسداك المجمع. المزيد في التقرير التالي. مع اختتام تداولات البورصة الأمريكية التي توشحت باللون الأخضر خلال الأسبوع الماضي بدعم أسهم قطاع التكنولوجيا لمسيرات تحقيق المكاسب، مع تحقيق سهم شركة أبل لمستوى قياسي جديد وسط قوة الطلب على منتجها الجديد؛ ايفون اكس، والتفاؤل حيال مبيعات عملاقة التكنولوجيا فائقة الجودة. ويأتي ارتفاع البورصات بنهاية الأسبوع بسبب الآتي: تراجع معدلات البطالة إلى 4.1% لنشهد أدنى مستوياته منذ مطلع عام 2001 التغير في وظائف القطاعات عدا الزراعية وخلق وظائف جديدة لنحو 261 ألف شخص مؤشر مدراء المشتريات الخدمية الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي ارتفاع مؤشر العجز في الاقتصاد الأمريكي إلى حوالي 43 مليار دولار اتساع رقعة المؤشر الإجمالي إلى أكثر من 60% ويأتي ذلك بعد ساعات من كشف النقاب عن خطط الإصلاح الضريبية التي يتبناها حزب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والتي قد تؤدي إلى مضاعفة أحجام الخفض الأساسية وفرض ضريبة ائتمانية على الأسر الأمريكية بنحو دولار وستين سنت وشهد اختتام مؤشر داو جونز الصناعي تداولات جلساته ارتفاع 0.10% ومؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.31% بينما ارتفع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 0.74% البورصه الامريكيه انهت تداولات الاسبوع الماضي على ارتفاع بسبب الكثير من المؤشرات ومنها ارتفاع اسعار النفط والذهب وتعيين رئيس جديد للبنك الاحتياطي الامريكي مع اعلان ترشيح جيروم باول لرئاسه الاحتياطي الفيدرالي يمكن القول ان الاسواق تنفست السعداء لهذا الاختيار حيث يعد باول مفضلا بالنسبه للكثير من المستثمرين المزيد في سياق التقرير التالي I'm pleased to welcome members of the cabinet. عرف عن الرئيس الجديد للاحتياطي الفدرالي الأمريكي جيروم باول تصريحاته الهادئة بشأن السياسة النقدية، كما أنه لم يعارض أي قرار للبنك المركزي منذ مايو/ أيار 2012 السيرة الذاتية لجيروم باول العمر 64 عامًا، محامٍ متخرج من جامعة جورج تاون عام 1979 يشرف على القواعد التنظيميه للبنوك في وول ستريت عمل في وزاره الخزانه الامريكيه الاشراف على تحقيقات سلمون براذرز حول التقدم بعروض خاطئه في سوق السندات في زمن جورج بوش الاب في الفتره بين عامي 1997 و2005 عمل باول في شركه كارلايل جروب للاسهم الخاصه في عام 2012 عينه الرئيس السابق باراك أوباما عضوا في مجلس الاحتياطي الفيدرالي. اختيار الرئيس الأمريكي لباول بسبب الارتفاعات القياسية التي سجلتها مؤشرات الأسهم الأمريكية، وهو أمر أشاد به ترامب واعتبر تنصيبه سببا له. وفي ظل هذه المعطيات واختيار باول، أفاد خبراء بأن الفيدرالي الأمريكي تحت قيادته لن يختلف عن وضعه الحالي برئاسة الرئيسة السابقة جانيت يالن، وبالتالي فإن السياسة النقدية ستبقى على مسارها فيما لم ينتاب الأسواق الناشئة ردة فعل قوية بعد تولي باول لما يعرف عنه بعدم التسرع في قرارات رفع معدل الفائدة، وسيلتزم بوتيرتها التدريجية على الأرجح طالما ظل الاقتصاد الأمريكي على مساره الصحيح قال وزير التجارة الأمريكي ويل بوروس إن الاجتماعات بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ ستركز على معالجة أوجه الاختلالات التجارية بين البلدين وأدلى روس بتلك التصريحات في العاصمة الصينية بكين أثناء مراسم توقيع اتفاقيات تجارية تقدر قيمتها بنحو 9 مليارات دولار أثناء زيارة ترامب للصين وكثف ترامب انتقاداته للصين بسبب الفائض التجاري الضخم مع الولايات المتحدة، واتهم بكين بالممارسات التجارية غير العادلة، وهو ما أثار مخاوف من تنامي التوتر بين أكبر قوتين تجاريتين في العالم. وأظهرت بيانات أن الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة زادت 8.3% في أكتوبر تشرين الأول على أساس سنوي. إلى ذلك أبرم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الصين عقودا تجارية بقيمة إجمالية تبلغ 253 مليار دولار وجرى توقيع اتفاق أمريكي صيني لاستثمار ما يصل إلى 43 مليار دولار لاستخراج الغاز الطبيعي من ألاسكا ومن جهة أخرى أكد ترامب في بكين أنه لا يلوم الصين على فائضها في الميزان التجاري مع الولايات المتحدة محملا المسؤولية عن هذا الاختلال إلى الإدارات الأمريكية الامريكيه السابقه التي سمحت لهذا العجز التجاري الخارج عن السيطره ان يحصل ويتعاظم وقعت شركة جنرال إلكتريك ثلاثة اتفاقيات طيران ومحركات مع شركاء صينيين بقيمة اجمالية وصلت إلى ثلاثة مليارات ونصف المليار دولار، وذلك على هامش الزيارة الرسمية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبكين يسعى خلالها لتعزيز التجارة بين الصين والولايات المتحدة. وقالت جنرال إلكتريك إن اتفاقيات الشراكة وقعت بحضور ترامب ونظيره الصيني ووزير التجارة الأمريكي ويل بوروس ونائب رئيس الحكومة الصينية وانغ وتشمل الاتفاقيات اتفاق محركات وإصلاح كما وقعت جنرال إلكتريك اتفاقا إطاريا مع مجموعة داتانغ الصينية لإمدادها بتوربينات غاز ومكونات أخرى لمشروعات محلية تقدر بنحو مليار دولار التلفزيون الرسمي الصيني أفاد أن شركة بوينغ الأمريكية لصناعة الطائرات وقعت اتفاقات تجارية بقيمة 37 مليار دولار تأثر الاقتصاد العالمي بشدة جراء الحرب على تنظيم داعش التي أدت إلى انخفاض أسعار النفط إلى نحو 40 دولارا للبرميل بعد أن تجاوز 100 دولار للبرميل مما أدى إلى انكماش نمو عام سلبي في مختلف المجالات خلال العام الحالي 2017 المزيد في سياق التقرير التالي أثر الوضع الأمني الذي شهدته المنطقة منذ العام 2014 سلباً على أسعار النفط ومعدلات النمو الاقتصادي للعراق الذي تراجعت وتيرته في 2014-2015 مع انخفاض الاستثمارات الحكومية غير النفطية بمقدار الثلثين والانكماش السريع لقطاعات الزراعة والصناعة التحويلية والإنشاءات. ومن المتوقع أن تتحسن الآفاق الاقتصادية للعراق إذا توافرت بيئة أمنية مواتية واستمرّت الإصلاحات وجهود ضبط أوضاع العراق المالية. التقديرات تشير إلى أن النمو العام لإجمالي الناتج المحلي سيعود إيجابًا في العام 2018 في أعقاب انتهاء تخفيضات الإنتاج التي اتفقت عليها منظمة أوبك. إلى ذلك تؤكد التوقعات تعافي القطاعات الأخرى غير النفطية مثل الزراعة والإنشاءات والخدمات لتسجل نصف متوسط مستوياته قبل 2014 ليصل إلى 4%، ومن المتوقع أن يتحسن عجز الموازنة بفضل إجراءات تقليص النفقات الجارية الأولية غير النفطية والحفاظ على الإنفاق الاجتماعي بنحو 22% من الإنفاق غير النفطي. وتلقى جهود الحكومة من أجل الإصلاح وليس إعادة الإعمار دعمًا من حزمة تمويل دولية كبيرة في عام 2018 مدعومة بزيادة إنتاج النفط على الرغم من استمرار المخاطر الأمنية وكان العراق قد توصل إلى اتفاق مع صندوق النقد على مشروع موازنة عام 2018 بما يتماشى مع اتفاق الاستعداد الائتماني الذي وافق عليه الصندوق في يوليو/تموز الماضي للاستعداد الائتماني بقيمة 5.34 مليار دولار لدعم برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي. ويهدف برنامج الاصلاح الاقتصادي الذي يدعمه الصندوق في العراق الى سد احتياجات ميزان المدفوعات العاجله والوصول بالانفاق الى مستوى يتوافق مع انخفاض اسعار النفط العالميه وضمان بقاء الدين في حدود يمكن الاستمرار في تحملها المالية النيابية من جانبها اكدت ان حجم ديون العراق وصلت الى حوالي 117 مليار دولار بسبب الحرب على الارهاب وهبوط اسعار النفط، ورغم التوقعات هناك بشائر لارتفاع اسعار النفط التي قد تخدم 10% في تحسين الاقتصاد العراقي ولكنها ليست حلا، فالاقتصاد ينهار بسرعة ولكن لا يتحسن بسرعة بل عبر مراحل، ويمتلك العراق قطاعات قادرة على تنشيط ويمكن الاستفاده منها كالزراعه والصناعه والسياحه في تفعيل مفاصل التنميه لتكون بديله عن النفط قالت شركة سيارات بي ام دبليو يوم الجمعة الماضي انها ستستدعي نحو مليون سياره في امريكا الشماليه بسبب مشكلتين منفصلتين تتعلقان بمخاطر اندلاع حريق واشارت الى انها قد توسع عمليه الاستدعاء لتشمل بلدان اخرى ويشمل احد الاستدعاءات 670 الف سياره في الولايات المتحده من الفئه الثالثه انتاج الفتره من 2006 الى 2011 من اجل معالجه مشكله في الكيبلات تتعلق بالسخونه وانظمه تكييف الهواء قد تتسبب في زياده درجه الحراره ومن الممكن ان تزيد من مخاطر اندلاع حريق هذا ويغطي الاستدعاء الثاني 740 الف سياره في الولايات المتحده انتاج الفتره من 2007 الى 2011 وتلك السيارات مزوده بصمام تسخين قد يتعرض للصدا ويتسبب في حدوث حريق في حالات نادره كما تشمل الاستدعاءات سيارات من طراز 128 اي والفئة 120

ذكر التلفزيون الصيني الرسمي أن شركة بوينغ وقعت اتفاقية تجارية بقيمة 37 مليار دولار في الصين في إطار بعثة تجارية ترافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته الرسمية لبكين، كما وقعت شركات أمريكية وصينية اتفاقيات بأربعة مليارات دولار في قطاع صناعة الرقائق خلال حفل التوقيع حسبما ذكر تلفزيون الصين. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامج الاقتصاد في ساعة لهذا الأسبوع نلقاكم الأسبوع المقبل